مباشرة من أصوات مع وتمتع، مرحبا بكم جميع في كاين الحل مع الدكتور معتوق. حنا برفقتكم طيلة ساعة وربع، غادي نفتحوا مباشرة ملف اليوم. أولا كنرحبوا بك دكتور معتوق، صباح الخير. صباح النور فوزية، مرحبا وشكرا جزيلا. أهلا. إذا الملف اليوم كيف كتشوف دكتور معتوق هو مشكل ديال الكرة كيتعلق بالعقود ديال الكراء، والحمد لله جا واحد الإطار جديد أو قانون جديد اللي يعني كينظم هاد الكراء. اليوم كيف كتشوف السيد عنده كرا شقة لكن مع الأسف أنا مو الدار طلبوا بالإفراغ، فبالتالي اضطر باش يقطع عليه الضو، مشى للمحكمة، المحكمة حكمت لصالحه باش يدخل له الضو، باش يعطيه يعاود يدخل الضو للدار ديالو لأنه كيخلص الكرا في الوقت وجميع يعني الشروط متوفرة فيه. لكن مع الأسف لحد الآن ما كاين واحد النوع من الخلاف بيناتهم بزوج، مازال ما وصلوش يعني محل ما كاينش بيناتهم. شنو غتشوف تقول سي عبد الرحمن اللي هو معنا مباشرة على الخط، عبد الرحمن المنصوري؟ نشوفوا سي عبد الرحمن باش يشرح لنا أكثر. عبد الرحمن السلام عليكم. عبد الرحمن اذا نحن غادي نعاودوا اتصال، عبد الرحمن قطع له الخط. غير هو الناس اللي كيكريو المحلات ويمكن نعتبروا هذا فوزية هو توضيح بالنسبه اللي كيجي شي واحد بغى يكري واحد المحل. نعم، محل ديال السكنه بالطبع، محل السكنه ولا تجاره بصفه عامه، كنطلب من الناس يبداو دائما يتاكدوا يطلبوا شهادة الملكية لهذاك السيد اللي غيكري لهم. هما دابا كيجيو وكيلقى السيد كيهضر حدا الناس وتيقول لهم المحل ديالي ونكريه لكم هذا، وكيثيقوا وكيقولوا راه هذا هو مول المحل، هو لا راه ماشي هو وكالة. لا لا، ولكن جيب لي بعدا شهادة الملكية. دائما ملي غنكون غنكري واحد المحل ولا غنشري واحد المحل خاصة في الكراء، ما الشراء راه كيتكلف فيه الموثق أو المهني اللي غادي يقوم بالعقد. أما الكراء اول حاجه خصني ندير الله يكثر خيرك هذا المحل ديالك اسيدي. اياه الا جا على خاطرك غير باش جيب لنا واحد شهاده ملكيه باش نعرفوا هذا المحل ديالك، باش نعرفوا راه سامعين كنهضروا. باش ملي كيجيب لي الشهاده في غالب الاحيان كتكون مفاجاه، هو انه هذاك السيد ما كيتصرفش بصفته مالك، غير في الظاهر هو مالك حيت الناس كيعرفوا هو اللي كيجي ياخذ الكرا وكيكون تما الى اخره، ولكن مول الكرا يا اما تيكون في بلد اجنبي ولا ما تيخش خبر كاع داك المحل تيتكرا، ولا هناك ورثه وتيخص العقد يكون نظيم طرف الورثه او وكاله لشي اللي وكلوا الى اخره. اذن هذه المساله ديال الملكيه خصنا نتاكدوا من غير نكريو واحد المحل تجاري او سكني او مهني، نقول له جيب لي شهاده الملكيه ديال هذا العقار الله يجزيك بخير باش نتاكد من انها الدار ديالك هذا المحل. نعم. عبد الرحمن معنا. نعم اختي. نعم الدكتور معتوق كيسمعك. الله يكرمك كيطلع سي عبد الرحمن ديالك. الله يكرمك يا استاذ، الله يكرمك. اش مالك سي عبد الرحمن لاباس عليك؟ كلشي بخير الله يكرمك. الله يرحمك الوالدين. الله يبارك فيك. شنو هو المشكله سي عبد الرحمن؟ اسيدي انا السيد كاري عنده منذ 24 سنه ازيد وقطع لي الموضوع ودعيته، فملي دعيته الفضل قال لي خلي الدعوه ديالي، قال لي انا ما قبلش الدار براعه. عبد الرحمن اسمح لي غادي نقاطعك، ما كنسمعوكش مزيان، بدل البلايصه اللي انت فيها، عندك شويه تغطيه ضعيفه. نعم 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 تفضل كمل كلامك. مني رفض لي الدعوه فهمتي ولا؟ قال لي القاضي فهمتي ولا؟ قال لي هذه ما بقاتلوش الدار. شنو قال لك؟ شنو قال لك؟ دار رسمي، دار باع الاولاد بالصدقه، دار الصدقه بانها هيبه. اييه؟ نعم. قال لي دعيهم، قال لي دعي بناته اللي باع لنا نرد لك الموضوع. ملي دعيت بناتهم حكمت لي المحكمه ما يردوا لي الموضوع. ملي جا التنفيذ ما بغاوش ينفذوا لي المسائل ديالي. يعني المحكمه اللي حكمت؟ حكمت بان الماء والضوء يرجع للسكن فهمتي ولا؟ راه كريت انا الدرا فيها مجهزه بالماء والضوء ديالها، فيها مواقن، المواقن في الصينيه ديالو هو فهمتي ولا؟ اها هو ساحب مواقن، جاب التريسيان ديالو وساحب لي مواقن دون امانديس، ما دخلتش امانديس، هو ساحب لي مواقن. عبد الرحمن ما تبقاش تذكر السميه ديال هذه الوكاله. صافي الله يكرمك. الله يخليك. نعم تفضل. الله يكرمك. الله يرحمك الوالدين. واخا انا استاذ ومنين مشيتي جبت ديك الحجه اللي دار الصداقه، لقيت العنوان غيره كافي، مشيت الدار اللي فيها انا، الدار اللي هبل ولادو فيها 120 متر ديالي فيها 90 متر. يعني دابا الدار هذه اللي ساكن فيها نتايا واش دابا مازال في الملك ديالو، في الملكيه ديالو، ولا دازت لبناته؟ هو فاش كرا لي في السميه ديالو هو، انا داير العقد مع هذا الكراء في السميه ديالو هو، ولكن هو مني رفضت دعيته
دار بان هذا الاولاد صدق الاولاد فهمتي ولا واخا ولكن سي عبد الرحمن نعم المحكمه راه حكمت لك باش ترد الضو والماء ياك نعم وحكمت على المدعى عليهما اللي هما هاد البنات اللي دعيتي انت نعم ولكن قالت لك في المحكمه في الحكم ايضا في المنطوق الحكم قالت لك الى كان هناك اي امتناع من طرف المدعى عليهما نعم هذا الحكم هذا كيتعتبر اذن اللي كيتعطى لك الشركه اللي عندها موكله لها التفويض ديال الماء والكهرباء في ذاك المنطقه اللي هي تطوان والشمال هذاك اذن باش هذوك الناس يتعاقدوا معك مباشره نعم سيدي هذوك اللي ما بغاوش دابا قالوا في الدار غير وخا مخلص الميزانيه وياك مجهزه بالموضوع ودابا قال لك ما مخلصهاش ما عندوش مخلص الميزانيه شنو هي الميزانيه؟ قال لك الميزانيه ما عندوش مخلص كنعطيك الماء غير واحد هو كالمواكن ديالها بكل شيء ديالها خليك معنا سي عبد الرحمن انت نعيطوا دابا مباشره لهذيك الشركه اللي عندها التفويض ديال الماء والكهرباء غادي يدوزوا على سيف الدين باش يربحوا الوقت باش نتمنوا نلقاوهم قبل ما يخرجوا لنا دي 12 وثلث خليك معنا عبد الرحمن خليك معنا حنا غادي نمشيو مباشره عند واحد من الاطراف الثانيه سميتو الوكاله اللي ما بغاتش نعم خليك معنا بقى معنا نشوفوا الوكاله باش نفهموا تقنيا شنو هذا المشكل ديال الميزانيه واش نخلص العداد واش كاين اشتراك واش ما كاينش اشتراك واش بصح هو دير الموضوع غير عند شي جار وكان تيخلص عليه ولا شي حاجه نعرفوا شنو الوضعيه القانونيه ديال هاد الماء والكهرباء المهم هو ان عنده الاذن ديال المحكمه باش يدخل الماء والكهرباء اذا الرقم اللي كينتهي بزوج ديال الاصفار سيف الدين الوكاله اللي عندها التفويض ديال الماء والكهرباء بتطوان كطرف ثاني صباح الخير فاطمه في خدمه سيكون السلام عليكم عليكم صحة في الله لله راديو أصوات معك مباشرة الهواء بغينا نتكلموا مع نعم بغينا نتكلموا مع شي مسؤول عندكم في الوكالة لالا حنا صونت دابيل شكون المسؤول هذا اللي يمكن لك تبغي مدير الوكالة دكتور معتوق وكالة ديال تطوان هذه وكالة تطوان المدير ديال الوكالة أو شي واحد اللي كينوب عليه لا حنايا صونت دابيل مدير الوكالة كاين في السياج نعطيك النيميرو التليفون خليك نعم شكرا لك إذا نرجعوك عند سيف الدين المخرج ديالنا مشكور تاخذ الرقم سيف الدين وتربطنا بهم مباشرة الدكتور كيف قلتي مادام كاين حكم هو بمثابة يعني موافقة باش يتعاقد بصفة مباشرة مع الوكالة ويدخل حتى هو المكانة بسميتو يعني القاضي يعني لا داعي أننا نشوفه طرف ثاني اللي هو مول الدار القاضي قام بعمل جيد هو أنه كان يمكن له يكتفي فقط بالمدعى عليه ما يحكم عليهم ولكن جاب واحد الإمكانية واحدة أخرى أنه حس بأنه ممكن ما يتنفذش هذا الملف وقال بأنه في حالة امتناع أو قيام المانع اعتبار هذا الأمر بمثابة إذن للطرف المدعي للتعاقد على نفقته مع شركة المفروض لها تدبير الماء والكهرباء إذا سيف الدين في الإخراج يقولنا بأن كيتوقفوا مع 12 وكيستأنفوا العمل حتى الزوج وشكون هو نشوفوا الكاتب العام ديال الجماعة هو مسؤول دكتور معتوق مش عندهم دخل؟ لا يمكن له فقط حيث هما ملي كيبغيو يدخلوا الماء والكهرباء راه تيخصهم الرخصة ديال الجماعة ولكن نشوفوا غير واش عنده شي خبر بهذا السيد هذا نسولوا عبد الرحمن بعدا واش مشى الرئيس الجماعة عبد الرحمن مشيتي عند رئيس الجماعة مشيتي عند رئيس الجماعة مشيت نعم سيدي نعم سيدي شنو قال لك؟ خصك يكون عندك الملك ديالك خذوا انا كاري قال لي خصك يكون عندك الملك ديالك باش نعطيوك الرخصة باش تدخل شيخ سيدي الله يكرمك حتى الجماعة ما عطاتكش الرخصة لا والو سيدي ما عطاونيش عطينا الكاتب العام ولا رئيس الجماعة سي سيف الدين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما عرفتش شنو هي الغاية من هذا الشيء هذا السيد كاري هذه سنوات في 24 سنة وتيخلص الكرا ديالو ويبقى يديو يجيبوا فيها هكا باش يدخل الموضوع ويمشي يدير دعوة في المحكمة وتحكم له المحكمة ويمشي عند رئيس الجماعة يقول له ما عندكش ويمشي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم شي اللي غادي نقول انا اذا غادي نتصلوا بالكاتب العام ديال الجامعة الحضرية بمدينة تطوان ونشوفوا واش عندهم دخل باش يساعدوا عبد الرحمن انه يرجع الضو بعد ما كان مشكل مع مول الدار اللي كاريلو هذه 24 سنة
ولي حيدلو المكانات بجوج ديال الماء والضو. اليوم الحكم ديال المحكمه يقول الا ما بغاش مول الملك يرجع له المكانات عنده حق انه يتعاقد مباشره مع الوكاله المعنيه باش تدخل له الماء والضو. مع الاسف ان هاد الوكاله كيتوقفوا في هاد الوقت من 12 حتى للزوج عاد كيستأنفوا العمل. ان غادي نشوفوا الجماعه الحضريه وتحديدا الكاتب العام ديال الجماعه الحضريه مدينه تطوان. ان هذا هاتف محمول. الهاتف يعني توقف. نعود الاتصال مرة ثانية. سيف الدين احنا كنستغنيو طبعا دكتور كيف قلتي على الطرف الثاني اللي هو صاحب الملك بحال كاين حكم وحيد دابا حتى الاصل اللي خرجوا من هو ولكن الوكاله هي الولات المعنيه اليوم. حتى الاصل ديال المشكل اصله حتى هو عنده علاقه بالجماعه لان الجماعه ما عطاتش حتى هي رفضت تعطيه رخصه باش يدخل الماء والضوء. هذا كنقدروا نعتبروه من الاحكام دكتور معتوك اللي كتبقى في الرفوف يعني ما كتنفذش والسيد عنده حكم ديال المحكمه سواء بغى مول الملك ولا رفض خاص هذاك الحكم يتنفذ. هذا الهاتف محمول ياك ديال رئيس الجماعه الكاتب العام. الكاتب العام شوفوا رئيس الجماعه حتى هو الى تعذر علينا ناخذوا الكاتب العام. نعم. انه احتمال يكون هذا وقت كاين هذا محمول دكتور معتوق يكون وقت الصلاة ولا وقت الغداء ولا اجتماع. طبعا دائما كنلقاو اعذار. اعذار ممكن تكون. اكيد. اذا نعاودوا الاتصال من جديد الاخير محاولة ومن بعد غادي نمشيو لعند رئيس الجماعة الحضرية ديال مدينة تطوان. اذا سيف الدين اخير محاولة ومن بعد نشوفوا رقم ديال اولا الخط ديال رئيس الجماعة الحضرية ديال مدينة تطوان. الرقم اللي كينتهي ب 88. اذا حنا دائما كنذكروا مباشره على الراديو اصوات كاين الحل مع الدكتور معتوق وحنا مازال في ملف اليوم اللي كيتعلق بمشكل ديال الكراء. ياك دكتور معتوق عقد الكراء عقود الكراء وما ادراك ما الكراء يعني مشاكل كثيرة كتكون كتعلق بهاد العقود ديال الكراء بالرغم من انه الحمد لله كاين قانون جديد اللي كيأثر هاد العقود. اذا نحنا في انتظار سيف الدين يربطنا مباشرة برئيس الجماعة الحضرية مدينة تطوان. انه في غياب الوكالة انه كيشتغلوا حتى 12 وعاود يستأنفوا العمل في 2:30 اذا ما كناش نتكلموا معهم نرجعوا للجماعه. وعندنا انت كاين مشكل مع رئيس الجماعه ديال تطوان ولا كان تيستجب لنا حيت دوزنا ملفات بزاف ديال تطوان. كان ملف واحد دكتور معتوق ديال تطوان. عارف واش من الناس اللي كيتواصلوا ولا نحن غادي نشوفوا دكتور معتوق واش غادي يجاوبنا ولا لا. سيف الدين دائما في محاولة ديال الاتصال بالأطراف الثانية. اللي نبغوا نقولوا للدكتور معتوق عبد الرحمن المنصوري أنه ما كاينش تخوف يعني هذيك 24 سنة اللي كرا اللي هو قضاها في هذيك الدار اللي كاريها. طبعا راه ما غاديش اليوم يجيو يترموا له حوايجو على برا بحال مجموعة ديال الناس اللي كيوقع لهم هذا المشكل لأنه عنده حكم لصالحه باش يبقى في الدار مادام كيأدي الواجب الشهري ديالو. فقط مشكل ان مول الدار ما بغاش يرجع له الماكن بزوج ديال الماء والضو وبالتالي خصو يمشي للوكاله ويتعاقد معها عقد بينه وبينها عقد بيناتهم بزوج لا داعي لمول الملك. حنا غادي نتوقفوا لحظات قليله
وغادي نرجعوا ونكملوا ملف اليوم. ايضا كنذكر ان استقبال الاسئله ديالكم والتساؤلات ديالكم مباشره بعد الملف على الخطوط 0522 77 24 24، دائما على راديو اصوات ما تمشيو فين. برفقتكم مباشره على راديو اصوات سمع وتمتع، كنحييكم فين ما كنتوا. حنا مازال معكم في كاين الحل مع دكتور معتوق. ملف اليوم اللي كيتعلق بالكرة، عقد ديال الكرة. دكتور غادي نرجعوا ونعاودوا الاتصال من جديد برئيس الجامعه، رئيس الجامعه او الكاتب العام، بحكم ان الوكاله المعنيه بالعدادات ديال الماء والكهرباء ما كيشتغلوش في هذا التوقيت، يعني غير يستأنفوا العمل حتى للزوج صيف الدين. غادي نرجعوا لعند رئيس الجامعه الحضريه لمدينه تطوان، وايضا بقى حتى في محاوله ديال اتصال بالكاتب العام ديال نفس الجامعه. إذا نحن دائما في محاولة ديال اتصال بالأطراف الثانية. كنذكر الملف كيتعلق بعقد الكراء، عقد كراء المدة ديالو هذه 24 سنة، والسيد كاري الشقة كيخلص جميع الواجبات ديالو، إلا أن مول الملك أو لا مول الدار كيطالبوا بالإفراغ، وكحل هو يقطع له الماء والضو. المحكمة حكمت له باش يبقى في الدار مادام كيخلص الواجبات الشهرية، لكن يرجع له مول الدار الماء والضو في حالة الرفض. كاينة وكالة اللي هي معنية عنده حق أو للحكم كيعطيه الحق باش يتعاقد معها مباشرة. إذا اللحظة ديال انتظار جواب رئيس الجامعة الحضرية ديال تطوان أو الكاتب العام، والهدف هو نشوفوا أو نلقاو حل لعبد الكريم، عفوا لعبد الرحمن المنصوري. هذه الأمور اللي كتزعج في البلاد ديالنا هو هذا الاستهتار بالحقوق البسيطة ديال المواطن. أن إنسان كاري في داره وكينوض ويطيح وينوض ويطلع ويجري ويمشي للمحكمة باش يدخل ما وضه، هو عنده الكراء ديالو هذه 24 سنة وتيخلص الكراء وكاري مرتاح، ويجي يقطعوا له الموضوع اللي يبغي يوضع حد لهذا التعسف ديال المالك اللي قطع له الموضوع، ومشي للمحكمه والمحكمه تحكم له ما يلقاش مع من يتكلم، وهذا كيقول له الرخصه ما نعطيهالكش حيت ما عندكش العقد، وهذاك الاخر ما يقول له ما نعطيكش لان ما كاينش ميزانيه. اذا هذا الهاتف ديال رئيس الجامعه الحضريه مدينه تطوان، شي اجتماع لانه كيقطع هذا، يعني كيكون كيعيط وكيقطع. عاود مره اخرى عافاك سيف الدين، شوفوا محاوله ديال رئيس الجامعه ومن بعد نرجعوا للكاتب العام كمحاولة أخيرة. الشيء بديت نلاحظ فوزية بأن هناك مجموعة ديال الملفات اللي تتحتاج منا أننا نفتحوهم مرة ثانية، نرجعوا لأن كيكونوا بيننا وبين الحل ديالهم يعني مليمترات فقط. خصنا فقط نتوصلوا أن يكون هناك تواصل مع الشخص. إذا نحن دائما في محاولات ديال اتصال. غير عفوا يعني مشغول، نمشيو مباشره لعند الكاتب العام كاخر محاوله، ومن بعد نرجعوا مع عبد الرحمن باش نشوفوا معاه شنو خصو يعمل ولا شنو هي الاجراءات اللي خصو يدير في حاله غياب تواصل مع الاطراف المعنيه، مادام مول الملك متعنت وكيرفض انه يرجع له المكنات بجوج. عنده اليوم الحق او القانون كيعطيه الحق باش يدير عقد بينه وبين هذيك الوكاله. دان سيف الدين دائما مشكور، كاتب العام للجماعة الحضرية مدينة تطوان. وطبعا واخا ندوزو الحصة ديال الأسئلة غادي نبقى سيف الدين معنا عاوتاني مع رئيس الجامعة، وندوزوا لحصة الأسئلة لأنه باش نعطيو فرصة أكثر حتى للناس اللي عندهم هذه الأسئلة، ولكن نبقاو كنحاولوا. يا سيف الدين، محاولة مع رئيس الجامعة أو الكاتب العام ديال الجامعة. إذا معنا عبد الرحمن، هذا الحكم اللي عند السي عبد الرحمن هو كافي، سند وثيقة قانونية اللي كتقرب العلاقة ديال رخصة، نعتبروا بمثابة رخصة دكتور معتوق باش يدخل المواكل مادام مول الدار رفض. لا، وحتى اذا كان رئيس الجامعه تيطلب منه عقد الكراء ولا الملكيه، راه هذا القانون هذا الحكم
راه تيدلو باش ياخذ يعني هذا سند قانوني يمكن له يرتكز عليه بان الوضعيه ديالي سليمه. وطلبت الموضوع المحكمه عطاتني الاذن، ما كانش تعطيني المحكمه الاذن كان ما عرفاش عندي الصفه. اذا بقى معنا عبد الرحمن، احنا غادي نرجعوا طبعا باش نشوفوا الاطراف الثانيه في الملف ديالك. كنذكر انه كيتعلق بعقد الكراء، غادي نرجعوا ونستقبلوا التساؤلات ديالكم. كنذكر بالخطوط ديالنا اللي هي 0522 77 24 24، او يمكن لكم تبعثوا رسائل قصيره اس ام اس على الرقم 5590، كتبوا كلمه الحل الاسم ديالكم المدينه، من بعد كطرحوا السؤال او الرساله ديالكم، الثمن ديالها هو 6 درهم مع احتساب الرسوم. غادي نستمعوا لمجموعه سهام والحيك دائما. كنلقاو الحل لمشاكلكم وكنفكوها عليكم. أصوات كاين الحل على أصوات. سمع وتمتع. وإحنا معكم دائما مباشرة على راديو أصوات سمع وتمتع. مرحبا بكم في كاين الحل مع الدكتور معتوق. غادي ندوزو مباشرة للحصة ديال التساؤلات. مرحبا بكل الأسئلة ديالكم كيف ما كانت طبيعة ديال السؤال، مرحبا به، ما تردوش أنكم تصلوا عبر الخطوط 0522 77 24 24. الدكتور معتوق واجد طبعا باش يجاوب على كل تساؤلاتكم، أو يمكن لكم تبعتوا رسائل قصيرة على الرقم 5590، كتكتبوا كلمة الحل الاسم ديالكم متبوع بالمدينة، ثم كطرحوا السؤال او الرساله ديالكم، واللي الثمن ديالها 6 ديال الدرهم مع احتساب الرسوم. كنذكر ايضا دكتور معتوق كل المستمعات والمستمعين ديالنا اللي عندهم اي ملفات كتعلق بالكرا، البيع والشراء، العقار بصفه عامه، مدونه الاسره، مدونه الشغل، يمكن لكم تبعثوا لنا بنسخ من الملفات ديالكم عن طريق الفاكس اللي هو 0522 23 88 55. وغادي ناخذوا اول تساؤل. فاطمه الزهراء من الرباط. فاطمه الزهراء صباح الخير، كتقول لك صباح الخير دكتور معتوق، بالتوفيق لك في هذا البرنامج. انا عندي سؤال لك كنتمنى تجاوبني. طبعا غادي نجاوبك فاطمه الزهراء. فاطمه الزهراء، انا ام عندي زوج ديال الوليدات، حكمت لي المحكمه بالنفقه لكن باهم تيرفض باش يدي النفقه، اشنو خصها ديرها دكتور معتوق؟ فاطمه الزهراء. طبعا هنا كندوزو للمرحله ديال ديال الشكايه عند وكيل الملك اللي عنده الاختصاص باش يامر باحضار الزوج ويؤدي النفقة، ولا غادي تكون المتابعة ديالو ويتحل الملف على قضاء الأسرة، تحل على القضاء يعني الجنحي، لأن هذه جنحة ديال إهمال الأسرة وتكون المتابعة ديالو. وغالبا كتكون يعني الغرامة ويمكن يكون السجن مع إيقاف التنفيذ في المرة الأولى، ولكن إذا كانت حالة العود لابد يكون هناك سجن نافذ. يعني إذن دابا بقى لها خصها تمر لمرحلة شكاية بإهمال الأسرة. نعم، شكرا لك كثير دكتور معتوق، والجواب لك فاطمة الزهراء عبر الخطوط 0522 77 24 24. اللي كنرحبوا من خلالها بكل تساؤلات ديالكم مباشرة على راديو أصوات. غادي ناخذوا شافية من مدينة طنجة. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا الأخت شافية. شكرا لله، واتصلت لكم عدة مرات ولحسن الحظ اليوم تقبلت لي في التليفون. مرحبا لله، الله يجازيكم بخير. انا كنطلب من الاستاذ ياخذ هذا الموضوع بجديه، لان كيخص ماشي غير انا، هو جميع الملفات الاخت شافيه كناخذوها بجديه. نعم هي لاله، اسمح لي. مرحبا، شنو السؤال ديالك؟ بلاصتي ولا شي حاجه، باسكو جو سوي دون ان ايتا فريمون مرتبكه بزاف. لا شافية، غتاخدي يعني تاخدي نفس، خدي راحتك واعطيني السؤال بشكل مباشر والدكتور معك غادي يجاوبك. لا انا بحكم الزوج ديالي توفى سنه 1998. نعم، وخلى لي جوج البنيتات، يعني وحده كانت الكبيره كانت عندها 4 سنين، والصغيره كانت عندها 3 شهور. ومني انا الوليه الشرعيه، اول حاجه درت انني مشيت درت الوصايه الشرعيه على بناتي بجوج بهم، وبقات معايا بيان سور، بقاو معايا دائما، ولكن في الوقت اللي صافي توفى المرحوم وداك الشيء، انا عندي الاجازه في القانون الخاص، مي توفى المرحوم ما كنتش، مي كان عايش المرحوم ما كنتش كنشتغل، من بعد اضطريت انني نشتغل بحكم في يمكن لي نقول المهنه ديالي استاذ. ما كاين مشكله لالا. شركة للمقاولات. أيه، شركة معروفة كبيرة بزاف، معروفة هاد الشركة في المغرب. دونك كنتحول من مرة كنكون في الصويرة، مرة في مراكش، مرة كل مرة فين. شنو غادي تقولي؟ جاو العمام، جاو العمام طلبوا باش يسقطوا عليك الحضانة.
والولية الشرعية. لا 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 سي لو كونترير، هذا هو دابا اللي يعني المغرب كله كيستغرب لهذا الامر هذا. ما عنديش مشكل مع الاب ديال ماشي الله يرحمه، ما عنديش معاه مشكل، ولا الام ديال الزوج ديالي الله يرحمه، ولا العائله ديالو. بالعكس عندي علاقه جد طيبه معهم بزاف. ولكن واحد المره كانت عندي الخدمه في الصويره، اضطريت انني باش ماشي اضطريت، بابا وماما ما بغاوش، قال لك باش ان البنت تبقى تعيش مع مع كامل احتراماتي سيتادير لي نورس كومون ابيل المربيات. الوغ قالت لا هما غياخذوها هما يا باش ما نخليهاش انا مع الخادمات ولا مع المربيات في الدار. جيت انا ما قلت ما كاين حتى شي مشكل، قلت لها واخا ماما، ولكن ما كتبت لهم حتى شي وثيقه، ما عندهم حتى شي وثيقه تدلي بان انني عطيتها لهم او لا شي حاجه. جات واحد العام جاتني الخدمه في طنجة، جاتني الخدمه 4 سنين هنا في طنجة الشافية. الشافية نعم. إيه باش نساعدك يعني الدكتور معتوق يجاوبك، اليوم الملف ديالك فين وصل؟ اشنو وقع للبنيتات؟ اشنو بغيتي تعرفي تحديدا مع الدكتور معتوق؟ باختصار لا، دابا حاليا فين وصلنا مع كامل الاسف انه مني جيت دابا عاوتاني بحكم العمل ديالي في طنجة وشريت منزل هنا في طنجة. يعني هادو دابا امك وباك اللي بغاو ياخذوا البنات ديالك. هادشي اللي كاين. وي سيدي. وشنو دابا طالبوا باسقاط الحضانة؟ لا ما تيطالبوش باسقاط الحضانة. تيقول لك حنايا ما بغاوش يعطيوها لي، ومع كامل الاسف مشيت المره الاولى والثانيه وعده تدخلات حتى من خوتي وكل شيء، وتيهضروا معاهم والناس وعمامي، عمامي درجه. ولكن اجي نقول لك شافية جاوبني بكل صدق. بكل صدق وي استاذ. واش الاب والام ديالك كيواخذوك يعني في السلوك ديالك اخلاقيا؟ مؤخرا فاش دخلوا عمامي درنا يعني كما تنقولوا اجتماع الاميابل ايتوسا، ما بغاش، رفض الاب ديالي رفضا باتا، سورتو بابا. ما جاوبتينيش على السؤال ديالي. نعم وقلت لك اخلاقيا لا ما عندي معهم حتى شي مشكل من الناحيه الاخلاقيه. يعني واش عندهم عليك شي مؤاخذه من ناحيه الاخلاق ديالكو؟ لا ما عندهمش اسيدي حتى شي حاجه. هما شنو تيقولوا؟ تيقول لك انهم ولفوها، وهي بنتي حتى هي حتى بنتي تتقول لك انا ولفت با سيدي امي، بقيتهم با سيدي امي. كنقول لها ابنتي راه با سيديك وامك كبروا، بابا خرج غوتخيط، رانا كبارين. واخا شنو هو السؤال دابا قانونيا كيفاش يمكن لي نساعدك؟ شنو هو السؤال اللي عندك؟ انا دابا قانونيا فاش مشينا اخر مره كان عيد ميلاد ديال الاخت ديالها لو 14 ديسمبر، وما بغاوش يحلوا لنا الباب، عيطت لها اختها قالت لها راه شوفي هذا الشيء تديريه بس ما راه ماشي في الصالح ديالك، وغادي مع كامل الاسف غادي نقول لك الحقيقه انها ضربتني اول مره كانت في الدار ديال راجل اختي، هو ما غنذكرش الاسم ديالو، محامي بهيئه طنجه، في المنزل ديال اختي، الاخت ديالي شاهده على هذا الشيء هذا، وعندي شهاده طبيه. شكون اللي ضربك؟ شكون اللي ضربك؟ بنتي القاصر. بنت قاصر ضرباتك؟ يا سيدي. ومن بعد بابا وماما قال لك لا ما تدعيهاش، وحتى انا صراحه نفسي ما طوعتنيش باش ندعيها، لان هي اون بروميير اني باك انترناسيونال هذا العام، قلت ما صافي البنت كتعمر وهذه وهذه. وانا غنقول لك استاذ السبب الاصلي علاش باغا هي شافيه اليوم اللي فهمت هو بغيتي عند دكتور معتوق يساعدك كيفاش تقدري ترجعي تاخذي بنتك. يقدر يساعدني الاستاذ، انا ما بغيتش، راح دزنا عند وكيل الملك، والوكيل الملك قال لهم عطانا جلسه في شهر 4، وكيل الملك ديال المحكمه ديال الابتدائيه بطنجه عطانا يعني حتى شهر 4. شكون اللي قدم الشكايه؟ شكون اللي قدم الشكايه الوكيل الملك؟ شكون اللي قدم الشكايه الوكيل الملك؟ الشكايه دابا حنا المشكل كبر، دخلوا خواتاتي انا دايره الشكايه وما دايرين شكايه. مزيان، اذا دابا عندكم جلسه من دابا واحد 4 سنين، قال لكم من دابا 4 شهور غادي تلاقاو عنده. لو موكات. اها. يا سيدي. ولكن اعطيني السؤال المباشر ديالك. السؤال المباشر، انا ما بغيتش نوقف مع مي باغون في المحاكم ونجرجرهم في المحاكم يعني ويبقاو طالعين هابطين. انا اللي تنطلب، انا قلت لهم انا ما بغيت ورث، ما بغيت حتى شي حاجه. لدرجه استاذ الاخت ديالها الكبيره هي كتسمع دابا خلود انها ما دوزتش الامتحان، وهذا العام عندها لا ليسونس اون دغوا اون فرونسي. بسيشيكمون حتى هي عنفوها ضربوها. ودابا هاد البنيته الكبيره راه معاك؟
معايا سيدي وي هي كتسمعكم دابا. واخا ولكن شنو الطلب ديالك دابا؟ انا مازال ما فهمتش السؤال ديالك بالنسبه لي. الطلب ديالي ان بنتي بسمه انهم هذا الشيء هذا يديروا له حد يوقفوه يعطوني بنتي انا ما منعتهمش منها يشوفوها لي ويكاند يشوفوها في العطله. شحال دابا بنتك في عمرها؟ 16 سنه استاذ. 16 سنه نعم. وهما أستاذ الأب ديالي هذا نقطة مهمة الأب ديالي قدام وكيل الملك قال لهم هي كانت كتعيش معايا مني توفى با الله يرحمه. ألوغ أنا عندي شواهد مدرسية بأن قرأت في الرباط في المدارس الحسنية قرأت في جينيور سنان. دكتور معتقد نقترح على الأخت شافية تشوف برنامج صالحين على زهور ربما تصل بالعائلة ديالها. كما كان الحال تبعت لنا الملف في إذاعة أصوات وغادي نشوفوا إلا ما حلناش على البرنامج ديال صالحين على زهور غادي نشوفوا حنا في اطار يعني التواصل مع الاب ديالك والام ديالك يمكن نوصلوا لشي حل في هذا الموضوع. على اي دابا انت تكلمتي يعني وعرفنا التصريحات ديالك وعرفنا شنو الموقف ديالك وشنو هو الطلب ديالك. الا بعثتي لنا على الاقل غير واحد الرساله وفيها المعلومات كامله وطريقه التواصل باش يمكن لنا نتواصلوا مع الاب ديالك ولا الام ديالك مرحبا يمكن لنا نرجعوا الملف ونتكلموا معهم ونشوفوا شنو يمكن نديروا في هذا الملف. صفيه غادي نرجعك عند المخرج ديالنا سيف الدين في الاخراج غادي يعطيك الرقم ديال الفاكس ونمشيو لمدينه الرباط. معنا ناديه. ناديه السلام عليكم. عليكم السلام اختي كي دايره لاباس؟ الله يبارك فيك ناديه مرحبا بك على راديو اسوات. الله يبارك فيك بنهضرك مع الدكتور مصطفى. مرحبا دكتور معتوق كيسمعك شنو السؤال؟ تفضلي يا ناديه تفضلي. الله يبارك فيك. عفاك حيت دابا انا يا خدامه عند كشينا في الدار اييه ودابا هما قيدوني في داكشي ديال الانعاش اييه. علاش فين خدامه السيد في وزاره الداخليه؟ لا لا خدام هو كان هذيك المهم ما نقدرش نهضر كثر معاك واخا المهم هو سجلني داكشي ديال الانعاش دابا اون فوا تنقول لهم بغيت نمشي في حالي ولا شي حاجه تهتدوني تقول لي الا مشيتي راه غادي نجيب وحده بلاصتك وغادي نعطوها البطاقه ديالك. وحسب انت هذيك البطاقه ديال الانعاش الوطني راه ما كتبقى لكش ديما. نعم هذيك ما غتبقى لكش ديما فهمتي؟ ماشي دائما هذيك غير اعانه كيتصرف فيها العامل ديال الاقليم باش كيساعد الناس بواحد الطريقه يعني بسيطه كيكون عندهم واحد الدخل وتيحاولوا يشتغلوا واحد العمل وكتكون ذاك الاعانه هي المقابل ديال ذاك العمل اللي تيقوموا به. ولكن من الوضعيه غير قاره ما كتبقاش الحياه كلها وانت كتخرجي التقاعد وتبقاي تستافدي من ذاك الاعانه فهمتيني؟ يعني دابا واخا نبقى واخا نخرج في حالي ما غاديش تبقى ليا كنخرج. لا لان هاد الناس اللي خدامه انت عندهم راه المفروض هما اللي يخلصوك فهمتي هما اللي يخلصوك ماشي الانعاش الوطني. من غير الا كنتي قلت لك كتشتغلي عند شي واحد اللي داخل في اطار يعني العمل ديالو يعني بحال كتشتغلي في الخدمه في الدار ديال الخدمه ديالو. لا هو ديك الساعه كنخدم في الانعاش دابا شاد التقاعد. ها داكشي باش قلت لك انا واش وزير الداخلي واش وزاره الداخليه ولا في العماله ولا في الانعاش يعني في الاداره نفسها باش خصص لك هاد الاعانه. شوف بنتي الا لقيتي راسك ما مرتاحاش ومازال صحتك لاباس ويمكن لك تخدمي في قنت اخر وانت ما مرتاحاش عند هذاك الناس انتهى الامر وخذي الحريه ديالك وسيري اشتغلي فين ما بغيتي. يعني بغيت نعرفك حيت دابا بعض المرات تنسمعو تيقولو لك إلا بقيتي معانا راه تقدري ترسمو وهادي وهادي وزعما شي. لا بنتي ما كاينش شي ترسم ما كاينش. شكرا. يلا الله يعاونك. تبارك الله عليك ناديه. وهذا دكتور كيظهر لي سؤال مهم حيت اليوم النقاش كثير على السير القانوني ديال الناس اللي كيشتغلوا داخل البيوت وحتى الترسيم ديالهم. ما كاينش ترسيم دكتور؟ لا ما كاينش قانون كي لا ماشي ترسيم كعامله بالمنزل. نعم لان ما كاينش قانون كيحميهم لا ماشي ترسيم هي ما معتبرينهاش عامله بالمنزل هي مدخلينها في اطار الانعاش الوطني. ديري لها بطاقة وهمية على أنها تشتغل ولكن كتشتغل داخل البيت في الأمانة ولكن ماشي بصفتها تشتغل داخل البيت راهي بحكم وجود داك السيد في داك الإدارة والنفوذ ديالو والتأثير ديالو حصل على داك البطاقة وعطاها لها فعاود لي خلصها من جيبو الدولة اللي كتخلصها. نعم على فهمت يعني الوضعية ديال ناديه ماشي ديال العاملات في المنزل اللي عندهم إطار قانوني عاد تيشتغلوا فيه يعني راه قريب يخرج هذا القانون الحيز التطبيق إن شاء الله. إن شاء الله غادي نمشيو لمدينة فاس ومعنا سي محمد اللي كنرحبوا به مباشرة على راديو أصوات. السلام عليكم سي محمد.
السي محمد ما كيسمعناش في انتظار ان السي محمد يعاود الاتصال. سؤال على رقم 5590 اللي كنذكر ان الثمن ديال هذه الرساله القصيره هو 6 ديال الدرهم مع احتساب الرسوم. فاطمه من الدار البيضاء سلبت واحد السيده الفلوس عن طريق حواله، ملي مشيت كنطالبها ترجع لي الفلوس كترفض، وانا مازال عندي التوصيل باش كنت كنصيفط ليها الفلوس، ولكن ما يثبت بانها كانت تسلفها الفلوس. غتمشي دير شكايه وغتقول هاد السيده خدات لي الفلوس ديالي وما رداتليش فلوسي، اولا تمشي دير دعوه في الموضوع في المدني وتقول هاد السيده سلفتها وما رداتليش فلوس، هذيك السيده غتقول هاد الفلوس انا كنت نسالهم لك. نعم، اذا هذا اشكال دكتور معتوق من الدار البيضاء. دائما معنا لطيفه. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك على راديو اصوات. الله يبارك فيك اختي سميه. تفضلي معك فوزيه. تفضلي فوزيه. كلنا بحال بحال اسره اصوات واحده. تفضلي. اول مره كندوي في مباشره على الهواء. مرحبا بك. الله يبارك فيك. السؤال ديالي هو انني كنت بعت واحد الدار وهي داخله في سكن اقتصادي، وبقى عندي مشكل مع لي زامبو. دابا انا ساكنه فيها 5 سنين وهما قالوا لي خاصك تكوني ساكنه 6 سنين باش تكوني معفيه. انا قريت في هذاك لا لوا جينيرال ديال لي زامبو، انا ساكن الاقتصادي غير 4 اون كتعفي. ملي قلتها للسيد اللي خدام في زامبو قال لي خاص لو بري دو سيسيون نو دو با ديباسي هذيك 200000 ولو سالير ديالك يكون قل من 3000 وهي تكون 50000. يعني حيت انت استفدتي من الساكن الاقتصادي خارج الشروط ديال الاستفاده من الساكن الاقتصادي، فهمتي؟ لا ماشي هكاك. دابا قال لي باش تكوني معفيه على 4 خاصك هاد لي كونديسيون. اسميتك لطيفه. شحال كتخلصي؟ دابا انا الصالير ديالي في لي نورم، فهداك الشيء اللي قال لي قل من 3000 درهم. عندي 3100. مزيان، الا كانت توفر فيك فعلا الشروط النهار اللي اقتنيتي داك الشقه. قال لي انا قال لي لو بري دي سيسيون خاصو ان دو با ديباسي 200000. هنا فين بقى المشكل؟ ايوا راه هذا شرط من حيت السكن الاقتصادي كان هذاك هو الثمن ديالو اللي خرج القانون اللي عطي داك الاعفاء. ولكن دابا الوقت يعني تبدلت حيت انا خديتها. لا ولكن فوق الشراء، فوق اللي شريتي، ماشي كيحسبوا لك على اليوم. لا انا شريتها ب 16 مليون. صافي غادي تدخلي عيد الشروط كتوفر فيك. ولكن قال لي زعما يعني الثمن باش بعتها انا خاصو يكون قل من 20 مليون. قال لك على لا الثمن فاش بعتي انت غادي تخلصي، ما بقاش ساكن اقتصادي. غادي تخلصي على لا بلو فالو، غتخلصي لا تي بي اي، لا تاكس. لا تاكس سور لو بروفي ايموبيلي. داكور. لازم تخلصي الضريبه على الربح. كاين مشكل هو داروا لي غودغيسمون حيت انا حيت صرحتي بواحد الثمن وقال لك هذه كتسوى اكثر. ولكن انا داك الشيء باش بعته باش صرحت بعتها ب 30 مليون. لا متفق معك، ولكن داك داك المنطقه اللي تما بالنسبه لاداره الضرائب عندهم المتر كيسوى اكثر من داك الشيء باش بعتي انت. قالوا لي غيديروا شي مراجعه. راه دابا راه خرج قانون جديد، راه دخل حيز التطبيق بالنسبه للدار البيضاء اللي راه مطبق ديجا في الدار البيضاء. هو انه دابا الامطار بالمناطق عارفين الثمن بشحال، اذا ما بقاش الانسان غادي يغامر ويسرح قل من اللي دار ولا يسرح بالحقيقه، وفي التالي كيجيه المطالبه ديال لو غودغيسمون ديال التسويه. إذن دابا رجع الميتراج، عارفين شحال المتر كيسوى في كل منطقة. نعم، شكرا لك دكتور معتوق، شكرا لكم جميعا. حنا دائما برفقتكم مباشرة على راديو أصوات شوف كاين الحل مع الدكتور معتوق. غادي نتوقفوا لحضرات ونرجعوا نستقبلوا باقي التساؤلات ديالكم دائما عبر الخطوط 05 22 77 24 24. هذه الوحده مرحبا بكم على راديو اصوات، دائما برفقتكم في كاين الحل مع الدكتور معتوق. مرحبا بكل تساؤلات ديالكم عبر الخطوط 05 22 77 24 24 او رسائل قصيره على الرقم 5590. الثمن ديال هذه الرساله هو 6 ديال الدرهم مع احتساب الرسوم. غادي ناخذوا علي من سيدي سليمان. دكتور معتوق كيظهر لي عندك قبل فوزيه. خليك معنا علي. نتكلموا مع علي من بعد واحد الدقيقه الا سمحتي سي علي. غير بغيت نتكلم على واحد السيد اللي صيفط يعني رسائل كررها الارسال مرات ومرات وتيطلب مني يعني نهتم بالملف ديالو. وللاسف اولا تيدير شي اسم فارس بلا جواد، هذا هو سميتو اللي صيفط البرنامج كاين الحل، وتيقول لك بان باه هو عنده اعاقه وباه عنده 32 سنة وباه ناكرو وما بغاش يهتم به وما داهاش فيه ودار دعوة ضد باه، يعني عنده إعاقة يعني مهمة ماشي شي إعاقة بسيطة. حكمته المحكمة 400 درهم ابتدائيا والاستئناف عطاتو 600 درهم في النفقة ومشى الملف حتى للنقد
وعنده شك بانه باتي زور في الوثائق يعني ما بغاش يهتم به نهائيا. وتيقول لي إيه يا دكتور انت تقول دائما القانون فوق الكل، دعني اقول لك شيئا يا دكتور معتوق، ربما يحتاج هذا القانون الى روح. نعم يا دكتور، روح القانون وجسد العدل. قد تضحكون علي لكنني اقول صدق والله العظيم، اليس من اسماء الله العدل؟ اذا هو روح يا دكتور استهلفك الى اخره. يعني تطلب، هذا هو اللي كنكون بصح مرات كنجبد ان هذه الفكره هي ديال انسنه النصوص القانونيه. تخص المحكمه يكون فيها شي شويه ديال الانسانيه، وتحس ملي تقرب الملف بزاف وتفهمه وتضبطه مزيان، يعني تعدى الاهتمام بقت فقط بالوثائق وبالملف، وتعدى شي شويه في بعض الاحيان مزيان نحتاج ان تكون واحد الانسانه اهتمام بالجانب الانساني في الملف. طبعا الجانب الانساني ما عندوش محل كبير ملي كنكونوا كنعالجوا قانونيا واحد الملف، الوثائق والمستندات هي اللي كتكلم، ولكن ملي كتكون داك القناعه ومتاكدين وما عندناش لبس وما كاينش غموض وما كاينش شك، ما فيها بس الانسان شي شويه يتعدى شي شويه الحدود باش يمشي للانسانه ويعطي لك الروح، هذاك النص القانوني يعطيه الروح باش يكون تحمل في طياته العدل والعداله، باش ما يكونش الانسان تيحس براسو واخا ياخذ حقه تيحس براسو مظلوم، لان حقه ديال 600 درهم و600 درهم معاق يمكن له يعيش بها ما يمكنلوش يعيش بها. فما حسب الاجر دكتور معتوق؟ لا لا اكيد على حسب الاجر، ولكن هو تيقول لك كاين تلاعب في المستندات. هنا فاش اقول لك المحكمه ما تخصهاش فقط يعني تكتفي فقط في شنو كاين في الملف وفي الظاهر ديال الملف. يمكن نقول الفارس بلا جواد انه خصو ايضا يراسل الوزاره ديال التضامن والاسره، يمكن تكون شي مساعده اذا كان فعلا في هذه الحاله اللي هي فعلا تحتاج المساعده. غادي نمشيو لسيدي سليمان بعد ما جاوب دكتور معتوق. سي فارس بلا جواد اللي كتبنا كاين الحل مع دكتور معتوق، غادي ناخذوا علي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله استاذ، لاباس؟ الله يبارك فيك علي، مرحبا. الله يرحم لك الوالدين. بغيت نسول الدكتور معتوق. نعم، شنو السؤال ديالك علي؟ عندنا على حساب الضوء، كاين شي 80 ديور ما عندناش حنا الضوء. 80؟ نعم 80 ديال الديور. 80؟ لا 8 ديال الدور، حنا دايرين بينا الضو كاملين. الى حنايا عندنا الاولاد ما كيقراو ما والو، تسعود اللي صافي كينعسوا. وفي المدينه حنا. في المدينه ولا في القريه؟ لا في المدينه، على حكايه حنا كنا على حساب درب العمري. والبناء ديالكم قانوني ولا عشوائي؟ لا قانوني، ما خلص الرخصه وعندنا البرانات عندنا كل شيء. وعلاش ما دخلكمش الضو؟ علاش؟ ما حنا ما عرفناش اوداو استاذ، كان مشيو للقنيطره قال لك تدفعوا لهم ماني الضو، كان مشيو ندفعوا لهم ماني الضو، خلصنا قال لك خصكم تخلصوا، خلصنا رجع قال لك لا رجع لنا ذاك الدوسي، قال لك خصكم تشوفوا مع البلديه، مشينا للبلديه قال لك لا. سمك الله، سمك الله. علي. سي علي. علي باش محمد. واش سي علي سي محمد؟ نعم. واش سي محمد دابا تقدر تكتب لنا واحد الرساله وتصيفطها لنا عن طريق الفاكس اليوم نتوصلوا بها؟ الله يرحم لك الوالدين. واخا مرحبا. صيفطها لنا سيدي ونشوفوا هذا الملف ديالك ونشوفوا شنو هو المشاكل اللي فيه، علاش ما بغوش يعطيوكم الضوء؟ 8 ديال الديور ما عندكمش الضوء، علاش؟ الله يرحم الوالدين. اما احنا عندنا ما عندنا سميتو، ولكن فين كاين مشكله الضوء ما عندناش. تكل على الله، تكل على الله، تكل على الله وصيفط لنا هذه الرساله، ولكن صيفطها اليوم. الله يرحم لك الوالدين استاذ. الله يعاونك سيدي. نذكر علي وكل المستمعين مستمعي علي محمد بوش. نعم محمد علي بوش، هذا هو الاسم ديالو. علي بوش. نعم، من سيدي قاسم. كنذكركم بالرقم ديال الفاكس اللي هو 0522 23 88 55. دكتور معتوق مازلنا واحد خمسة ديال الدقائق غادي نرجعوا. ما كتعرفش دكتور حتى كطلع الملف؟ لا، ولكن دابا انا مازال مفاجآت جديده. لا ولكن انا مازال مأثر دابا بالملف ديال هذا السيد اللي اتصل بينا ديال اليوم، اللي هو مسن و24 سنه هو ساكن وعنده حكم باش يدخل الاذن باش يدخل الموضوع ويعيش باي حق. علاش انا كمسؤول نخليه يعيش بلا ضو وبلا ما؟ علاش انا ندخل لداري نلقى الموضوع وهو جالس في دارو تيخلص الكرا وعنده حكم من الفوق وما نوقفش معاه انا باش نعطيه الماء ونساعده ياخذ يدخل الضو؟ علاش؟ نرجعوا للملف ديال عبد الرحمن منصوري. كيقول لي سيف الدين معنا سمير مباشرة. سمير اللي هو مكلف بالتواصل بالوكالة المعنية بالماء والكهرباء بتطوان. نقولوها خطرة وحدة الاسم ديالها باش. نعم سمير، السلام عليكم. سمير، إذا انقطع الخط، عاود الاتصال سيف الدين بالمكلف بالتواصل بالوكالة ديال مدينة تطوان.
حتى نتكلموا مع سمير، ويمكننا طبعا نذكروا الاسم مرة واحدة فقط. كنذكر بالملف ديال عبد الرحمن منصوري اللي هو ملف كيتعلق بالكرة. عبد الرحمن 24 سنة، هو كاري شقة مولدار، كيطالبوا بالإفراغ. السلام عليكم سي سمير. وي الله يخليك، عارف الموضوع بدا قبل من لان ما هكذا بطريقه اذا مفاجئه كنعرف. نعم حنا مضطرين سي سمير طريبق اننا نتواصلوا معك، يعني لان درنا محاولات كثيره ديال الاتصال بالوكاله، مع الاسف ما كيشتغلوش في هذا الوقت. ما غاديش نطول عليك، مباشره على الهواء راديو اصوات برنامج كاين الحل مع الدكتور معتوق، والدكتور غادي يتكلم معك. دكتور تفضل. سي سمير حنا ما بغينا نقول لك حتى شي حاجه، بغينا نقول لك مرحبا بك صافي. الله يبارك فيك. ياك لاباس عليك؟ صافي الحمد لله، كلشي بخير. الله يبارك فيك. صافي سيدي هادشي اللي بغينا. صافي شكرا. صافي ما احنا ما طلبنا لك حتى شي حاجه اللي هي معقده. اي واحد السيد خصو يدخل الموضوع، عنده حكم، ما عرفنا علاش ما بغاوش الوكاله ديالكم يعطيو يدخل الموضوع، هادشي اللي بغينا نعرف. صافي نشوف الملف. اييه نعطيوك السيد يجي لعندك حتى لعندك وتستقبله وتشوف الوثائق ديالو وتشوف المسائل ديالو القانونيه واش عنده. و الا كان عنده بغيناك توعدنا فقط انك تدخلوا الموضوع الا كان المسائل ديالو قانونيه. صافي مرحبا سيدي، تفضل عندنا ما فيها حتى شي مشكل. نشوف فوقاش يجي عندك السي سمير، فوقاش يجي عندك؟ بدعم الغد غدا. اين ساعه يجي عندك؟ اين ساعه؟ الصباح، يعني من 8 الصباح حتى 11 من 8. حنا غادي نقولوا له يجي عندك مع 10، ما فيها حتى مشكل، مرحبا في اي وقت. عبد الرحمن باش نخدموا الزملاء ديالنا باش نسدوا. الله يجازيك بخير، ولا حيت حنايا هجمتي علينا قلتي لنا انا خاصني انا تاع مسائل بسيطه ان شاء الله يكون غير خير، وغادي دير غير ما يسمح به القانون لا اكثر. غير حنا اللي كيضرنا ملي تيكون اقل مما يسمح به القانون، اما لا اكثر حنا ما نمشوش لاكثر من القانون. لا ان شاء الله ما يكون غير خطر. شكرا السي سمير. غادي يجي عندك السي عبد الرحمن، نذكره غير بالسميه ديالو باش تعرفوا الله يكثر خيرك. عبد الرحمن معنا سيف الدين. عبد الرحمن معنا الدكتور معتوق، يقدر يتكلم معاه مباشره. عبد الرحمن المنصوري هو اللي غيجي عندك السي سمير. بارك الله فيك سي سمير، تبارك الله عليك. شكرا لك سمير طريبق. كنذكر انه مكلف انكم مكلف بالتواصل بامانديس بمدينه تطوان. عبد الرحمن معنا. اذا الموعد دكتور معتوق يوم. عبد الرحمن انت موجود غدا تما ياك؟ نعم سي استاذ الله يكرمك. غدا مع 10 الصباح يمكن لك تكون عنده؟ نعم سيدي مع 10 الصباح تمشي عند سي سمير طريبق. نعم سيدي الله يرحم لك الوالدين، ودي معك داك الحكم ديالك وداك الوثائق. نعم سيدي. وبغيتكم اللي تخرج من عنده داك الشيء اللي دار معك عيط لنا قولوا لنا الله يجازيك بخير. الله يكرمك الله يرحم لك الوالدين. صافي سي عبد الرحمن الله يكرمك. غادي سي عقلتي على السميه ديالو؟ نعم سميته طريبق. قلت لي طريبق سمير. سمير اه راه هو المسؤول على التواصل في داك الوكاله. صافي الله يكرمك، انا نقيده دابا. الله يكرمك الله يرحم لك الوالدين. يلا الله يعاونك السي عبد الرحمن. متصل بنا عبد الرحمن، خبرنا بالجديد عندك. احنا سميتو راه 9 صهور هذه وحنا كنسقوا الماء وفي الطبقه الثانيه. ان شاء الله خير ان شاء الله خير عبد الرحمن. وهنا كنذكر دكتور معتوق الملف ديال السي محمد اللي 3 سنين حتى هو وعنده مشكل، وعدونا باش يستقبلوه في ثاني يوم. كان الملف يوم الاربعاء اللي فات، الخميس استقبلوه وعطاوه الرخصه، يعني بعد 3 سنين كان فقط مشكل تواصل. مجرد ما تواصلنا مع الجماعه عطاوه الرخصه يوم الخميس، واتصل بيا فعلا بعد العشرة، يعني بعد مباشره بعد الاجتماع اللي كان عنده معهم. كنتمنى اذا ان عبد الرحمن يتصل بنا يوم غد ويكون الخبر خير ان شاء الله مادام عنده حكم للصالح. وشكر كثير لك دكتور محمد جمال معتوق. طبعا كنشكروا المخرج ديالنا سيف الدين بالغيث ولحظات قليلة نشرة مفصلة بالعربية مع إسماعيل أروي دائما على راديو أصوات. في أمان الله.